أول خبر معانا النهاردة المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي، واللي هيكون الساعة 5 بعد حلقتنا على طول، واللي هنعلن فيه تفاصيل توقيع عقد الرعاية الرابع للأهلي مع شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، بعد طبعا ما خلصنا التعاقدات اللي فاتت اللي هي كانت مع شركات اتصالات مصر الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي بنك أبو ظبي الأول مصر جي إل سي للدهانات، وبيجي التعاقد مع المراسم الدولية للتطوير العمراني لمدة 4 سنين، وهيكون المؤتمر بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة وخالد بن لادن رئيس مجلس إدارة شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني. يعني الحقيقة بنتكلم عن رعاة السنة دي كلهم بحجم النادي الأهلي، حاجة مشرفة جدا، إن شاء الله القادم يكون أفضل وأفضل.